لشهر رمضان المبارك مذاق خاص في الكويت، يحرص من خلاله الكويتيون على إحياء تقاليد وعادات توارثوها عن الأجداد، فلهيب الصيف الحارق لا يقف عائقاً أمام تعميق الترابط الاجتماعي في هذا الشهر الفضيل، وإن جرت طقوسه ليلاً لارتفاع درجات الحرارة بشكل قاس خلال ساعات النهار. والله أول رمضان ننطر رمضان ونتجمع، الحين وين؟ الحين ما فيه، الحين يلا يلا العالم تبي تاكل وتخلص تمشي مع الحر والاجواء الحاره. بالاول كان في صله تراحم وتواصل وكل شيء كان بسيط بالبدايه، وكانت الناس تزاور بعض، لكن بالوقت الحالي بس مجرد مسجات وما مسجات والامور هذه. اللهيب هنا يمتد ايضا الى اسعار المواد الغذائيه، لا سيما تلك التي يتناولها الصائم في هذا الشهر الفضيل. ومع ذلك فإن ما يميز هذه الأيام في الكويت هو ما يعرف بالغبقات الرمضانية، أي الولائم الكبيرة التي يلتف حولها الناس على اختلاف توجهاتهم. الأسعار ما قاعد تتلائم مع الدخول، مع الأجور، الأجر ثابت تقريبا، يا الله يتحرك شوي، والأسعار قاعدة تشب نار. أكيد في ارتفاع، في ارتفاع بالأسعار، ارتفاع يمكن 150%، مو ارتفاع مو طبيعي، خيال ارتفاع، سبها التجارة رفع مو طبيعي. والله الأسعار هي مرتفعة وايد بالمية، مو 100%، أكثر من 100%. يعني الحين مثلا البقدونس كم كنا نشتري؟ 25 فلس، الحين كم وصل؟ 300 فلس ويمكن أكثر. الأجواء الرمضانية في الكويت لم تعد اليوم كما في السابق، فانشغال الكويتيين بأمور حياتية كثيرة غير من ملامحها، لكنه أبقى على تقاليدها وبساطتها. أحمد العنزي، تلفزيون دبي، الكويت.